الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لصيام رمضان وأن يثيبنا ويجرنا على قيام رمضان وصيام رمضان. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيد الجزائر خيرا وبركة وسعادة على السعادة التي كانت تتمتع بها الجزائر، وهي سمعتها، سمعة الجزائر التي عمت البلاد، ولا يزال الناس يذكرون سمعتها إلى يوم الدين، لأن الجزائر قامت بثورة مباركة شبيهة بجهاد المجاهدين الأولين في عدلها وفي ثباتها وفي إثبات حقها وفي حسن سمعتها في العالم كله بما فيها العدو الذي كانت تحارب وتطارح بفضلها. إذا نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة الطيبة المجاهدة، وهي أمة الجزائر. والجزائر أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف إلى خيرها وبركاتها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لا تزال طائفة من أمتي في الغرب. ونحن في القرب والغرب، الجزائر هي قرب الغرب. لا تزال طائفة من أمتي في الغرب قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس. نحن ظاهرون، ألم يكتب للجزائر الظهور؟ ظهرت على الناس، صفق العالم كلها لثورة العدو والصديق، لأنها قامت على أسس صحيحة وأسس إنسانية وأسس سليمة. فلذلك يحق لنا أن نعتز ببلدنا الجزائر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد وأن يوفق حكامه لخدمة البلاد والعباد، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا جميعا ممن لهم الحسنى وزيادة. والحمد لله قد صمنا رمضان، الحمد لله، وفقنا الله على صيام رمضان والقيام بلياليه رحمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة منه. دعني الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام بالأعمال الطيبة في باقي الأشهر وفي باقي من هذه السنة وفي جميع السنوات المقبلة. دعني الله سبحانه وتعالى أن يجمع أن يزيدنا قوة، وأن يزيدنا تمسكا بديننا وتمسكا بوطننا وتلاؤما لقلوبنا واجتماعنا على طاعة الله وعلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذا ندعو الله سبحانه وتعالى، نختم بالدعاء، ندعو إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا للمزيد من العمل في مستقبل أيامنا إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا من كيد المكائدين وكر المكرين، وأن يوفق حكامنا ورجالنا إلى ما فيه خير البلد والعباد. ندعو الله أن يجمع شملنا على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى حفظ هذا الدين العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن لهم الحسنى وزيادة، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمع شمل المسلمين، وأن يجمعهم كلمة، أن يجعلهم على كلمة واحدة، وأن ينصر الإسلام في مختلف البلاد الإسلامية، وأن يعيننا جميعا، وأن يعين المسلمين جميعا على أعدائنا اليهود والنصارى والكفار اللئام. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. آمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة وفي الآخرة. اللهم اجعل خير زماننا الآخرة وخير أيامنا يوم لقاء الله.
دعو الله سبحانه لبلدنا هذا أن يحفظه وأن يثبت وأن يشمله وأن يوفق حكامنا لخدمة هذا الدين ولخدمة هذا البلد الطيب وأن يجمع شمل شعبنا جميعا إن شاء الله بما في خير البلاد والعباد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. الله يتقبل منا إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا الفاضل على هذه الكلمات الطيبة. سامحوني كثرت عليكم. شكرا جزيلا. مطلوب منا جميعا أن نتكلم جميعا. آمين إن شاء الله. ربي يتقبل الدعوات إن شاء الله. فيكم الخير. ربي يتقبل دعواتك إن شاء الله شيخنا الفاضل وربي يطول في عمرك إن شاء الله ويخليك بركة للجزائر إن شاء الله. يا والله أعرج إلى